1998 ضمن نهائيات شنو نتفرج معك؟ تفرجوا سكتي سير. شوف انا بغيت نشوف معك داكشي اللي كتبغي باش نولي نفهمو مزيان. صافي سير انا خصني نتفرج على داكشي اللي كتبغي باش نفهمو مزيان. خليني نسكتي. ايوا ايوا الكره معليش هنا احمد حسام سير سير حارس المرمى حضر ماتشيك جعفر سعيد الكره صبير شيكو خاص خليني نقابل مع المصفصه انا كنبغي شحال دار شحال زيرو زيرو شكون غالب تعادل علاش على صفر الحكم علاش شكون انا ود اورجو هي لا كالا شنو هي اورجو اورجو هي اللي كيكون مهاجم متقدم تلقى مدافع متاخر لا عندك اختي عشان نقول لك اورجو هو ان اللاعب كيلقى راسو ثالث من الليل ما من اليسر ما من الفوق ما من التحت شروط شنو نقولوها من الصباح شنو هما داك الخضرين الرجاء المغرب المغرب المنتخب وشكون هما داك البيضين بيضين مصر 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 شو معليش راه مصري اللي ماركاو البيت ومالو مساكن ما يماركاوش بدر عايق شرح لي الدار عندكم منحوس انا نمشي نفرش القهوه فرش انا كيخسر بالك يدير هذه المباراه اجي نقول لك هذوك ثلاثه مالهم لابسين الكحل هذوك نيجيريا لاعب المغرب ونيجيريا ومنتخب اجي هذاك مالو مسكين خارج خارج غادي للمرحاض اجي وليش هذاك عنده في يدو ذاك الصفره عطيه الباسطه باش ياكل عطيه يسالي الماتش وليش باسطه ضمن تصفيات بطوله الامم الافريقيه لعام 2006 التي ستحضرها مالكس الى تبليغ هذه الكره الكره كي دايره مطلوب من تحقيق نتيجه ايجابيه خلال هذه المباراه على كوب زوينه شنو قال لنا بين الاخ سعيد مشي لكوب والله الناس حابين اللعبه المغاربه بوكسين حيات راه تي راه بزاف بوكسين ما كاين انا تريني مور فيتامينات حتى قبل الماتش كيديروا المكياج لو لبسوا لهم تسلسل ديال الذهب زوين انا بعدا حمقوني فن مستواها معهود خيال مصطفى حجي يترك environ 98% de l'ogène شحال قريت حزوي مثلا avec ceux du bonobo du chimpanzé ويلي 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 ذبح ذبحها ناري ناري ذبح مرتو ذبحها نسخط ويلي ذبح مرتو ذبح مرتو ذبح مرتو لا هالموسيقى نوضت لي النمل في رجلي شوفي انت ما كتفرجي شي سيري صوبينا بالردة ساي الحبيب ديالي بغيتي تعرضوا لي في الكوزينه شكون هذوك ديال الفيلم راه كيتخيلوا ليا انت ما خايفش انا ما كنخافش انا انا واعر انا وانا صوبتي انا نصوبتي يا بلاتي ولد شوف مون مون ندير بداخل سنه دتي لا صافي عصب اتينا نحاول نتشجع صافي واخا صافي حتى انا غنتشجع علاش غتشجع انت لا صافي غنجيب لك اتاي باش تصوب لك اتاي ابطال الدين المجرم حقيقي لا تعرفي واه هاد اليوم بدات تقام عليا غالي خبطه وحرقه وبلا نهايه وتبارك الله عليك انت راه المجرم باين اي شوفي حاجه تعرفي شكون هو المجرم مايكل قتلهم كاملين في الاول اويلي اويلي مايكل راه على حر في البحر في الاول الفيلم قطعوا اطراف وداروا في القفه ترى عندكم من حوز انا غنمشي للقهوه هذوك ثلاثه اللي لابسين الكحل شكون هما